محمد صلاح عامل معايا مواقف انا شخصيا والله لو قعدت احكي فيها من هنا لبكره. ابرز الحاجات مثلا، انا كنت بلعب في نادي في شرق اسيا، تمام، وانا كان جاي لي عقد في دوله عربيه وكنت عايز امشي باي طريقه ومش مرتاح، مش موجود في المكان. فمحمد يعني في موقفين، يعني الموقف ده من ضمنهم، قال لي بعت لي رقم رئيس النادي، كان ساعتها محمد في روما وكان لاعب ماتش في الريال وكان عامل مباراه كبيره جدا، واي نعم ما سجلش لكن واحد من نجوم الماتش. انا فاكر المباراه يعني، كان رونالدو على ما اعتقد هو اللي جاب جون وعامل جون في الماتش ده، وماتش خلص على ما اعتقد 2-1 او 2-0 مش فاكر يعني، بس محمد عامل مباراه كبيره قوي، المباراه اللي انا بقول لك عليها، جري براموس ومارسيلو كان جامد جدا في الماتش. فبعدها بيومين بكلمه وكان متواصل معايا، انت ايه دنيتك اخبارك ايه كذا، فقلت له حاسس ان انا زهقان، طب انت زهقان من زعلان من ايه؟ قلت له والله انا في كذا كذا كذا. قال لي طب اديني رقم رئيس النادي اكلمه. فبصراحه هو اللي طلب انه يساعدني فيها، يعني هو دايما عارف ان انا مش مستني ان الجيلاني يقول له اعمل لي كذا، هو من نفسه خلاص في موقف للجيلاني ما بيسيبنيش غير لما يحل، يعني مش من الناس طب شوف انت هتعمل ايه وابقى كلمني، لا 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 خالص. قال لي ابعت لي رقم رئيس النادي، فعلا بالفعل اتصل برئيس النادي بيقول لي رئيس النادي انا محمد صلاح. قال له مين محمد صلاح؟ هو مش متخيل ان محمد صلاح بتاع روما يعني. فقال له انا كذا 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 وبتاع. اول مكالمه كلمها له قال لي يا جيلاني الراجل بيكلمني، وقفل السكه. فلو واحد غيره يعني ايه اللي يخليه يحط نفسه مثلا في موقف زي ده؟ فبعد كده راح مكلم الراجل تاني قال له في كذا كذا كذا، وحاول يحل معاه يعني، قال له اصل احنا محتاجين واحنا عايزين وكذا. فهو قال له ما فيش لعيب بيبقى مرتاح في مكان والناس تصمم عليه والكلام ده كله. فانا اقصد ان هو للامانه ده موقف انا عمري ما هنساه له، ومواقف تانية كتير جدا. كنت في تايلاند قبل كده وكنت رايح لفتره معينه، فانا واخد عامل حسابي ان انا مثلا هقعد مثلا اسبوع او 10 ايام بالكتير قوي واخلص، اخلص مع نادي او حاجه زي كده. فمحمد فانا قعدت شهر، فانا كنت يعني عامل حسابي مثلا على مبلغ معين ان انا هبقى موجود بعد اسبوعين، وواخد مبلغ بزياده، فعلى اساس مثلا لو مش هيبقى اسبوع هبقى 10 ايام 15 يوم بالكتير قوي. فهو بيكلمني قال لي انت فين؟ قلت له في كذا 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 كذا. ففجاه لقيته بيقول لي طب ابعت لي جواز السفر بتاعك يعني. فبعت له ما اعرفش هو كان عايزه ليه، قلت يمكن جايب لي روما مثلا ولا حاجه معاه. فانا بعت له جواز سفر، ما كنتش عارف عايزه جواز سفر ليه. فلقيته بعت لي مبلغ، قال لي روح استلم المبلغ ده. فقلت له يا ابني انت بتبعت الحاجه دي ليه او ايه اللي حصل؟ قال لي لا بس روح استلم المبلغ ده، مش احنا اخوات ومفيش اي حاجه خالص. قلت له يا ابني لا انا مش عامل حسابي، بس انا كنت عامل، انا اصلا ما كلمتوش والله، ما جبت له سيره انا وانا بكلمه. قلت له انا جاي، فبيحكي لي انت وضعك ايه؟ قلت له انا جاي لمده 10 ايام بس الموضوع طول جدا والوكيل مش عارف اعمل معاه ايه وكذا وكذا وكذا. فلقيته بيقول لي كده لوحده خالص. ده من ضمن المواقف يعني اللي انا بصراحه عمري في حياتي ما هنساها له. مواقف كتير بقى يعني، مواقف كتير جدا.